الحقيقة فخر كبير، وكالعادة مجلس إدارة يعني بيفاجئنا طبعا بحاجات كتيرة جدا، وخاصة كل القطاعات لو مستوى على مستوى يعني يمكن المستشار الهندسي طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي صاحب الجهد الوافر والكبير وصاحب الخلق الرفيع طبعا المهندس سامح علي كامل، برحب بيكم وموفقين ومجهود رائع ومش جديد عليك طبعا يا سامح بيه طبعا ان احنا نشوف الحاجه الرائعه دي. في البدايه يعني عايز اخد منك المجهود ده، حطنا في الاجواء وعرف الناس خد مننا وقت قد ايه، الصعوبات يعني حطنا وكلمنا كده بشكل عام. انا عايز اقول لك ان احنا المشوار ده قعدت فيه مع كل مدربين من اول مانويل جوزيه لحد مستر اسارتي، كل مره بنقعد ونعتمد الفرش لكن ما كانش بيتنفذ الموضوع. المره دي في مجلس كابتن محمود الحمد لله ربنا كرم وقدرنا ننفذ المخطط لفريق كره القدم. قعدنا مع كابتن سيد في الاول خالص، عرفنا طلباتهم ايه تاني للمره طبعا الخامسه او السادسه، ترجمنا كل الطلبات دي لواقع لحقيقه ان في النهايه خرج المنظر اللي انتم شايفينه دوت من كل حاجه، بدايته بقى من غرف خلع ملابس مجهزه على اعلى مستوى زي ما انتم شفتوا. الجزء الخاص بتاع الاستشفاء ده جزء محترم جدا يعني فعلا ما كانش موجود خالص في النادي عندنا، عملنا جزء خاص بمغاطس مسخنه الميه فيها معالجه حمامات سباحه، جبنا في ساونا محترمه موجوده، في 2 جهاز استشفاء لاول مره يكونوا موجودين في مصر، دي حاجه هايله جدا. جيم على اعلى مستوى، الجيم ده بالتحديد قعدنا مع مدرب الاحمال خدنا طلباته ايه، حولنا الطلبات دي للاجهزه وبدانا نوردها ونجهزها زي ما حضراتكم شفتوها. كل حاجه كنا مختارينها بعنايه شويه مع ناس متخصصين، لان احنا طبعا كل واحد دي تخصصه. جهاز الكوره بصراحه ما بخلش علينا باي معلومه، ايدهم بايدنا. مجلس اداره طبعا كابتن محمود هم اللي وصلنا اللي احنا فيه ده النهارده، انها في خلال الفتره القصيره ديت نطلع بالمشروع الثالث نفتحه النهارده، وهيبقى ان شاء الله الفتره الجايه بعد العيد حاجات تانية نفتحها ان شاء الله زي حمام السباحه في مدينه نصر وحمام الامواج، فان شاء الله هيبقى في حاجات كده الفتره الجايه نفتحها باذن الله ان شاء الله. انا هتكلم معاك في امور ثانيه يمكن بعيدا هنا، لكن عايز اكد على المكان اللي احنا متواجدين فيه. الحقيقه يمكن احنا شفنا المكان من البدايه خالص، الامر كان صعب جدا ومحتاج سنين كتيره جدا ان احنا نقوم بهذا المجهود الكبير، وفي انبهار بصراحه على اللعيبه. يمكن انا شايف اللعيبه احنا في طراز اوروبي وبنتعامل بفكر محترف، والنادي الاهلي يمكن على الطريق الصحيح بالنسبه للاحتراف. عايزين نتكلم على المنشاه دي بالتحديد، اكتر الصعوبات اللي قابلت المهندس سامح ايه في هذا الامر؟ اكتر حاجه كانت بتقابلني هو اختيار الاجهزه المتخصصه اللي جهاز الكره كان عايزها، لان دي كانت حاجه تخصصيه جدا، فانت لو بتجيب حاجه لو جبتها غلط خلاص كده مرفوضه بالنسبه لهم، فدي كانت اكتر حاجه بتقابلنا فيها. تاني حاجه الجزء التجهيز القاعات نفسه، قاعه الاجتماعات والسمارت سكرين احنا عملناها عشان كابتن لاسارتي يعرض عليها. بص هو كل حاجه كان ليها تفاصيلها زي ما انت شايف، اختيار الماتيريالز نفسها هو مشروع كان ما كانش سهل لانه كان قائم من فتره واتساب فتره طويله، فانت بترجع تجدده تاني عاوز تشطبه تاني. حتى الاوضه اللي كانت اتعملت ايام مجلس المهندس محمود طاهر ما كانتش خلصان، يعني كانت اوضه خلصت من بره لكن من غير مرافق من غير خدمات. احنا جبنا غلايه جديده للمكان بتغذي بغلايه، وصلنا غاز طبيعي للمكان، كل المكاتب الاداريه اتفرشت كلها بالكامل. الموضوع كان فيه تفاصيل كتير قوي، بس الحمد لله يعني المجموعه كلها من اول مجلس اداره لاداره النادي للمكتب الاستشاري لجهاز مشروعات القوات المسلحه كله كان متعاون انه يطلع المشروع بالمنظر دوت في الوقت دوت، يعني الوقت مش برضه ليه عامل، وكنا حريصين جدا نفتح بسرعه عشان برضه فريق الكوره المدرج الثاني مشاكله كتيره جدا، والغرف جوه اصبحت حاجه يعني غير ادميه بالمره، ما لا تصلح لنادي القرن بصراحه. فده اللي خلينا نسرع جدا في خطوات نطلع بالمنظر اللي انتم شفتوه. لسه في خطوات ثانيه جايه في المدرج، لسه في الدور الاول والدور الثاني. الدور الاول برضه خاص فريق كره القدم، هي في قاعه طعام واستراحه للعيبه ومطبخ، قصه ثانيه جديده برضه ان شاء الله هتشرفونا وهنفتحه ان شاء الله. الدور الثالث اللي فوق غرف خلق ملابس لفرق النادي مختلفه، لان انت ما عندكش غرف خلق ملابس جوه النادي، لان المدرج القديم ده هيتهد فكل مكوناته لازم تيجي هنا. ده الفتره الجايه ان شاء الله وده هيتم في اسرع وقت، وتشرفونا ان شاء الله وتشوفوا ان شاء الله المشروع باذن الله على خير. الخطوه دي يمكن بجانب ان هي خطوه اداريه لكن خطوه فنيه كمان، لان الاصابات المتكرره اللي كانت بتقابل لعيبه النادي الاهلي ويمكن كان عندنا عدد كبير جدا من الاصابات، كان امر صعب جدا ان احنا نعمل منشاه بهذا الامر بالاجهزه دي. ده اكيد بيحسب المجلس الاداره وفكر كمان لجنه التخطيط او لجنه التطوير في النادي الاهلي. طبعا موضوع الاصابات ده موضوع مهم قوي، وده اللي انا حسيته. انا مش لعيب كوره بس لما كنت بقعد مع كابتن سيد هم مهتمين جدا بالجزء الاستشفاء، العلاج الطبيعي،
الاجهزه اللي جت، المغاطس دي ميه سخنه، الجاكوزي، كان في كل حاجات الاثنين جهاز استشفاء. كان هو كابتن سيد ليه عايز يطلع بره حته الاصابات دي، يوفر كل حاجه لفريق كره القدم، والحمد لله قدرنا نوفرها لهم زي ما هم عايزين، ونفذنا المنظر اللي انتم شفتوه الحمد لله. نتمنى بقى الفتره الجايه تبقى افضل واحسن ان شاء الله، ونخلص الدور اللي فوق كمان، اللي برده ده اضافه لفريقنا ان شاء الله باذن الله. بوجه لك الشكر المهندس سامح طبعا كالمستشار الهندسي لمجلس الاداره، لكن لو باخد منك رساله لكل واحد شارك في العمل العظيم ده، اكيد في جنود مجهوله كبيره جدا 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 المهندس سامح، يعني بقيمتك الكبيره تقول لكل واحد شارك في هذا الامر. والله انا بشكر كل الناس اللي تعاونوا معانا من اول الاداره الهندسيه، المهندسين، المساعدين، كل الناس اللي ساعدوا في الدرجات انا بشكرهم جدا. جهاز المشروعات طبعا بشكره، الاستشاري بتاعنا مكتب حسين صبور بشكره جدا، اداره النادي طبعا انا ما اقدرش اشتغل من غير اداره نادي، يعني انا مش شغال لوحدي، اداره النادي بتوفر لي كل حاجه طبعا، مجلس اداره ما طبعا حدث ولا حرج، يعني كابتن محمود واقف معانا بشكل غير طبيعي، كل حاجه بطلبها بصراحه بيوفرها لي، فالنتيجه المنظر اللي احنا شفناه الحمد لله، هي دي عناصر النجاح كلها اجتمعت كلها، فان شاء الله نجحنا الحمد لله. شكرا يا سامح بيه، ربنا يخليك ويشوفك على خير. شكرا لك، شكرا لك.